في مجال التنمية السياحية، وهنا يمكن يعني أنفق فقط على تطوير عدد من المتاحف والمقاصد السياحية اللي موجودة في اسكندرية على أخص، وأيضا في البحيرة، أكثر من 6.7 مليار جنيه. دي نماذج لتطوير منشآت كانت مهملة لفترات طويلة. كان منهم طبعا اللي يعني تم افتتاحه متحف المجوهرات الملكية، ولكن أيضا متحف اليوناني الروماني إن شاء الله بنهاية هذا الشهر هيكون انتهى بالكامل، ولكن كان في توجيه سيادة الرئيس إن احنا ما نكتفيش بتطوير المتحف، ولكن لازم المنطقة المحيطة بالكامل تتم تطويرها، وإن شاء الله دي بشهر 9 إن شاء الله، كمان أقل من 3 شهور هتكون اكتمل تطوير المنطقة المحيطة بها بالكامل. لكن في رشيد أيضا المدينة التاريخية بيتعمل تطوير كامل للمنطقة اللي فيها، تطوير وترميم مبنى سرايا الحقانية في اسكندرية، تطوير الكورنيش في مدينة رشيد، المرسى بتاع المعدية اللي موجود، زي ما شفنا في الفيلم تطوير ميدان محطة مصر، مبنى محطة مصر التاريخي نفسه بيتم تطويره، ميدان المساجد هنا في اسكندرية، وطبعا درة الحدائق، تطوير حدائق المنتزه اللي اكتمل إن شاء الله وبإذن الله يتم افتتاحها في أقرب فرصة ممكنة. الحقيقة حلقة سمك سيادة الرئيس ده كان مبنى تاريخي فعلا بقاله يعني زمن كبير جدا، وكان وصل إلى مرحلة من الإهمال والمبنى نفسه كان أصبح قايل للسقوط. الحمد لله دلوقتي الدولة بصدد إنهاء ترميمه وتطويره بطريقة على أحدث النظم عشان يخدم أهالي اسكندرية في هذا الشأن، مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون. في مجال رفع كفاءة العمران، الحقيقة اسكندرية زيها زي كل محافظات مصر والبحيرة تم تنفيذ فيهم عشرات الألوف من الوحدات السكنية. عندنا 132 ألف وحدة تم تنفيذهم ب 73 مليار، ولكن المشروع الأهم الخاص بتطوير المناطق الغير أمنة في مدينة اسكندرية، وكلنا نتذكر مناظر زي منطقة كانت غيط العنب واللي تحولت الحقيقة لبشائر الخير بتنفيذ حوالي وتطوير عشرات الآلاف من الوحدات، 84 ألف وحدة بيتم تنفيذهم عشان كل المناطق الغير أمنة النهاردة، وحتى المناطق الغير مخططة ابتدينا النهاردة بنستوعبها في هذا المشروع. في رشيد وفي البحيرة، منطقة الكسارة كانت واحدة من النماذج اللي موجودة اللي الدولة انتهت منها، منطقة طرمبات المكس ودي كانت برضو أحد المناطق الغير أمنة اللي الدولة المصرية نجحت في إزالتها وبناء مكان بناها مكان بديل، الإسكان الاجتماعي اللي بقى موجود في كل حتة في مصر وبننفذه والنهاردة عليه إقبال كبير جدا من شباب مصر، ولكن أيضا تطوير العمران القائم وكان بيشمل تطوير الميادين والشوارع وكل الأماكن والاهتمام بالمناطق الخضراء والمناطق المفتوحة علشان يبقى موجودة في كل مصر.